والله العظيم لازم دعاء خبرني فيه أحد المشايخ. ما كملت 3 شهور ونص ديوني اكتملت، فتحت تجارة، صرت محبوب عند الناس، كل هم عندي، كل غم، الأشياء اللي حاطة في بالك إلا جعل الله له من كل من كل هم فرجة، من كل غم مخرج. تخيلوا شنو الدعاء؟ دعاء بسيط، دعاء: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.